الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قاعدة. اختلاف القرآن اختلاف القراءات خلاف تنوع لا تضاد. انتبهوا لهذه، والله قد لا تجدونها مجموعة في مكان آخر، ترى والله من الظهر وأنا أحضرها. اختلاف القراءات خلاف تنوع لا تضاد. فمن الممارات في القرآن المحرمة أن تكذب قراءتي وأنا أكذب قراءتك، هذا من الخوض في القرآن ولا يجوز، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. ففي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ سورة الفرقان على قراءة أخرى غير قراءة عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن الله أنزل القرآن على كم حرف؟ على 7 أحرف كلها شاف وافي، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فكل يقرأ على حرفه. وقد اختلف العلماء في مسألة الأحرف هذه، فمنهم من قال أي 7 لغات من باب التوسعة، فكل يقرأ القرآن بتلك اللغات، ومنهم من قال بأن 7 الأحرف أي 7 معاني. وعلى كلا القولين فإن أول ما أنزل الله عز وجل القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا على قراءة أي على حرف، بينما يقرأ الصحابي الآخر على حرف، فربما اجتمع الصحابيان في مجلس فكل منهم قرأ ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما أفضى ببعضهم إلى التنازع، فكان صلى الله عليه وسلم يحذر الحذر الشديد من نزول العذاب عليهم بسبب هذا التنازع. إذ اختلاف الأحرف خلاف تنوع، خلاف توسعة، خلاف رحمة، لا خلاف تضاد ولا خصومة، ولا ينبغي أن يكون مفضيا إلى النزاع والشقاق. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فعمر رضي الله تعالى عنه أقرأه رسول الله سورة الفرقان على حرف، بينما أقرأ صحابيا من الأنصار سورة الفرقان على حرف، فمر عمر على هذا الأنصاري وهو يقرأ سورة القرآن في الصلاة على غير ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فكدت أن أهم به فانتظرته حتى سلم، فلببته بتلابيبه وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا الرجل يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال: دعه. ثم قال للأنصاري: يقرأ. فقرأ الأنصاري نحو القراءة التي سمعتها منه، فقال: أحسنت، اقرأ يا عمر. فقرأ عمر على القراءة التي أقرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، كلاكما مصيب، إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر فيه ولا تختلفوا فيه فتختلفوا فيه، فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، كما سيأتينا في قاعدة خاصة إن شاء الله. فإذا لا ينبغي أن تثور الفتن بين المسلمين بسبب هذه الأحرف أو القراءات الداخلة في حرف عثمان. إياكم أيها المسلمون أن تختلفوا في الكتاب لهذا السبب، فإن من رحمة الله أن جعل القرآن على هذه الأحرف 7، والتي ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها قد نسخت وإنما بقي حرف قريش، وحرف قريش فيه جمل من القراءات المشهورة الدارجة على ألسنة القراء. وأخي فهد أفصح مني لسانا في هذا وأعرف مني جنانا وعلما في هذا، ولكن لا ينبغي أن نجعل اختلاف القراءات في الحرف الواحد أو اختلاف القراءات في الأحرف كلها سببا لإثارة التنازع أو الشقاق أو عظم الخصومة. لما؟ لأن هذا من المجادلة في القرآن ومن الخوض في القرآن الذي لا يحبه الله عز وجل، والذي صار سببا لهلاك كثير من الأمم، كما سيأتينا في قاعدة مستقلة في هذا. إذن احفظوا هذه القاعدة: اختلاف القراءات والأحرف خلاف تنوع لا خلاف تضاد، لا يوجب التهاجر ولا التقاطع. ولذلك لما كادت الفتنة تحصل في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب تنوع قراءة أهل الأمصار في هذه الأحرف، جاء الصارخ إلى عثمان وقال: أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلفوا في الكتاب كما اختلف من قبلهم فيهلكون كما هلك. فأمر عثمان كتاب الوحي أن يكتبوا بلغة قريش ثم يعرضوها عليه، فاجتمع الصحابة على مصحف عثمان وأمر بنسخ نسخة لكل قطر، ثم آمر ببقية الأحرف أن تحرق مصاحفها. وقد رحم الله عز وجل الأمة كلها من الاختلاف ومن
ومن تنازع سيكون بسبب هذا الفعل الموفق من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. أسأل الله أن يجمعنا به وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا من المماراه المحرمة في القرآن أن نتنازع في القراءات أو أن نتخاصم أو نتجادل فيها، فأنت تقرأ على القراءة التي صح سندها عندك وأنا أقرأ على القراءة التي صح سندها عندي، وكلها من كلام الله وكلها كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود.